استبعدت عائلة منفذ اعتداء دهس في مدينة نيس الفرنسية محمد لحويج بوهلال أن يكون متورطا في الاعتداء. عبر أخوه وعدد من أقاربه عن صدمتهم وعدم تصديقهم لما سمعوه عنه من أخبار، كما وصفوه بالرجل اللطيف والعادي. أوضح أقارب بوهلال في بلدة مساكن في محافظة سوسة التونسية التي ينتمي إليها، أوضحوا أنه زارها للمرة الأخيرة قبل أربعة أعوام وهو متزوج من ابنة خالته وله بنتان وطفل. كما أعلنت شقيقة بوهلال أنه كان يزور طبيبا نفسيا لسنوات عدة. محمد يخدم، أنا عنده 9 سنين، عرس بنت خالتي، مشي لفرنسا يخدم شوفير بتاع بوالور، عنده 2 بنات، عنده وليد، يخدم أنا على روحه، عنده دار معناها حتى كسب غادي، عنده أوراقه وعنده كل شيء، معناها لا يتكيف، ما عندوش مشاكل، معناها ترينا ما نعرفش، قعدت شوكينا من الهدرة هذه وما ظهريش، والله لا ظهري، فما حتى عايشه في السلم تبين لي خويا عمل العملية هذيك، وش نقول لك تو شوكي، حتى دارنا والله العظيم ماهوش مصدقين.